الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مركب الرياضي محمد الخامس لمتابعة القمة المغاربية، الديربي العربي الكبير بين فريقي رجاء رياضي بيضاوي ونادي وفاق سطيف الجزائري عن الدورة الثالث من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. هذه المباراة التي انطلقت قبل لحظات بكيف جميل، للأسف لم نتابع أنامل جماهير الرجاء التي أبدعت وقدمت صورة جميلة جدا بالمركب الرياضي محمد الخامس قبل انطلاق هذا الموعد المغاربي الذي يعتبر الرجويون فرصة للتصالح مع مناصريهم وللتأكيد على أن الفرق الكبيرة تمرد ولا تموت. الرجاء اليوم يواجه وفاق سطيف الجزائري، والأمل كل الأمل في بلوغ دور المجموعتين من دوري أبطال إفريقيا. الرجاء الذي يعتمد على تشكيل يضم أبرز عناصره بقيادة الحارس خالد العسكري مرورا بأحمد شاكو، محمد الحاج، صلاح الدين عقال، عبد الجليل جبيرة، عادل الكروشي، محمد علي بن عمر، كوكو إلاير جي، فيفيون بابيدي، ياسين الصالحي، وكريستيان إيغودارو.